في اليوم 17 من رمضان لسنة 223 للهجرة، تحقق للمسلمين النصر على الدولة البيزنطية في معركة عمورية بقيادة الخليفة المعتصم العباسي، الذي هب لنجدة إخوانه المسلمين حين استغاثوا به، فحرك جيشا كبيرا لتأديب الدولة البيزنطية. دخل المعتصم وجنده مدينة عمورية، ولم يبقى من المدينة موضع محصن، وانتهت المعركة بانتصار جنود المعتصم العباسي. في 17 من شهر رمضان عام 709 هجريا، تنازل السلطان بيبرس عن عرش مصر، وأصل بيبرس من بلاد القبجاق شمال بحر قزوين، وهي من بلاد الترك، ووقع أسيرا واشتراه أحد الأمراء الصالحية وجعله في خدمة الملك الصالح أيوب، وهو الذي أقام الخلافة العباسية بمصر سنة 659 هجريا، وحكم ببرص مصر والشام، وفتح بلاد النوبة حتى وصل إلى دنقلة، وواصل بعزم ومضاء حروب التحرير ضد بقايا التتار وجيوب الصليبيين، حتى نجح في تحرير أنطاكيا وعدد من سواحل الشام. ولذا وصفه بعض المؤرخين بأنه صلاح الدين الثاني. في مثل هذا اليوم من شهر رمضان سنة 650 هجريا، وكان يصادف يوم الاثنين، أبصر النور في بلدة مرسية في الجنوب الشرقي من الأندلس محي الدين ابن عربي الملقب بالشيخ الكبير، والذي كان من أئمة قدوة القائلين بوحدة الوجود والمتكلمين في كل علم، وهو كما قيل عنه وضع أكثر من 251 كتابا ورسالة. كان مبدعا في تفكيره، مجددا في آرائه، جريئا في نظراته، رقيقا في شعره. هو أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي الذي عرف في المشرق بابن عربي. تلقى مبادئ العلوم الدينية في بستوتة ثم في إشبيلية التي كانت آنذاك من أكبر مراكز التصرف في الأندلس في عهده، وقضى نحو 30 عاما وضع كتابيه رسالة القدس والفتوحات المكية بكثير من التقدير والإكبار. قام ابن عربي برحلات عديدة إلى بلاد أخرى في الأندلس لملاقات العلماء فيها، ولقي بها الفيلسوف الكبير ابن رشد الذي كان قاضي المدينة آنذاك. في اليوم 17 من رمضان سنة 223 هجريا، سجل استسلام مدينة عمورية، فقد أغار الإمبراطور البيزنطي تيوفيل على منطقة أعالي الفرات في عهد الخليفة المعتصم، وأسر من فيها من المسلمين ومثل بهم. اعتبر الخليفة المعتصم هذه الغارة تحديا شخصيا له، فخرج من سمراء واستهدف مدينة أنقرة أولا، وكتب على ألوية الجيش كلمة عمورية، وقرر دخول الأراضي البيزنطية من ثلاثة محاور: على أن تجمع هذه الجيوش عند سهل أنقرة. واستطاع جيش الخليفة وجيش أشناس من فتح أنقرة، بينما التقى جيش الأفشين الذي توغل كثيرا داخل الأراضي البيزنطية بجيش الإمبراطور تيوفيل، فهزم البيزنطيين شر هزيمة.